يقولوا كيف لك أن تترك طفلا يسوق يسوق. أوه. ايه مكان واحد؟ ما هو بيقول لك جايبين لحمة وهيشوا على الحطب. انا قلت هجيب لحمة معاهم. ايوه وغدل. انت اكلت؟ اه يا باشا كنا كي اف سي تم تم كولونيل ساندرز. انا هنعمل اكل. انا مش قادر مش قادر. ظبطت الاكسبوجر وعملت حركات. الكاميرا دي يا ابني اوتوماتيك. طبعا ما قلبنا اللحمة في التتبيلة حطينا باربيكيو باربيكيو عسل. وانت اني واحده سمكتك علي؟ انا هاخد دي. لا احنا ناكل كلنا السمكتين عشان ده بوري وده قروس. لازم ناكل ده بوري. قروس ده اعلى من بوري بكتير. لا بس البوري جامد. بس البوري دي صغيره تحت الليجل ايدج. لا انا ليك بتسندني يا ابني. دي كام؟ دي عامله كده دلوقتي. لا يا عم مش تحت الليجل ايدج. دي عامله مثلا دلوقتي 30 سنتي. انت عارف البوري بينزل قد ايه؟ بينزل قد كده بالظبط. لا والله. يبقى اسمه السهلية. السهلية الطبيعي بتاع البحر بتلاقي مثلا ايه اكبر من الاروسية دي بحاجة بسيطة. المزارع بقى اللي بيبقى في المطاعم بتلاقي قد كده. ده خطير ده. لو عايز تتبلها صح تبقى تاخد خل وليمون وكمون ومستردة. بس نضفتوها؟ مستردة. فتحناها ونضفناها. لا ونضفته من بره الحاجات القشره اللي عليها وملح. ممكن استاذنك ايه اقطع لك حته دقه؟ يلا ندوق سوا. هو ده دي الشوكه. يلا بس هنا دي المربى. دور على هتعمل ايه يا علي لو طلع لك تعبان في البحر عايم على وش البحر؟ اول موجه يا باشا لو طلع لي تعبان في البحر هتصور. هنزل تحت المايه واجري اعوم تحت المايه. ايوه هو تمام يكون بيعوم معاك. بس لا تعبان عادة بيعوم فوق. استحمل معلش. امسك حالك. انت ليه ما طبختهاش؟ عشان مش انا ولع النار. ليه يا عم ولع النار؟ ولع النار.